السلام عليكم. الفريق الاستشاري للمشاورات يصل الكويت ويسلم لجنة التهدئة المعنية بوقف إطلاق النار مسودة ملاحظات حول ورقة المقدمة من المبعوث الأممي وفريقه. تلك الورقة المتعلقة بترتيبات وقف إطلاق النار. الفريق الاستشاري الذي قال إن الوفد الحكومي للمفاوضات سيذهب إلى الكويت للمشاورات بعقول وقلوب مفتوحة على الحل العادل الذي يفضي إلى إنهاء الانقلاب واستعادة الدولة اليمنية المخطوفة من خلال مضامين ونقاط القرار الأممي 22-16. وقد بات من الواضح أن أطراف السلطة الشرعية والوفد الحكومي أكثر تفاعلاً واستجابة لمحادثات السلام من خلال الخطوات والتحركات الأخيرة، أو من خلال الخطاب الواضح المنحاز بشكل صريح إلى المفاوضات السياسية على أساس القرار الأممي ونقاطه الخمس المتمثلة بالانسحاب من المدن والمؤسسات وتسليم الأسلحة وتفعيل الحكومة واستئناف العمليات السياسية والاستقرار الأمني. إلا أن اللافتة هو ما جاء على صفحة الناطق باسم الميليشيا على فيسبوك عن التفاهمات الأولية التي تؤدي إلى وقف شامل للأعمال العسكرية في البلاد في الحدود وفي جميع المحافظات وبشأن الأسرى أيضا، وهذا هو المؤشر الجديد في الخطاب. فما مستقبل جولة المفاوضات في الكويت أمام التعاطي الإيجابي من قبل الحكومة وتعنت الانقلاب؟ وما الذي تحوي مسودة ملاحظات الوفد الحكومي الذي سلمت للجنة التهدئة؟ هذا ما سنناقشه مشاهدينا في المساء اليمني لهذا اليوم، ولكن نذهب لمشاهدة هذا التقرير. في سياقين متقاربين تمضي أطراف المشاورات اليمنية باحثة عن طريق لالتقاء الفرقاء وفق خارطة التوافقات السياسية. اليوم وبعد طول صمت نطق المتحدث باسم جماعة الحوثي محمد عبد السلام معلنا استمرار التهدئة في الشريط الحدودي بين المملكة واليمن ووقف الأعمال العسكرية في عدد من المحافظات التي تشهد صراعا داميا منذ أكثر من عام. التهدئة بحسب عبد السلام تشمل جبهة ميدي الحدودية ويصل مداها لحد وقف الأعمال العسكرية في عدد من المحافظات اليمنية كخطوة أولى مع وقف التصعيد العسكري في بقية محاور القتال، وصولا إلى الوقف الكلي للحرب واستكمال ملف المفقودين والأسرى وتجميع بياناتهم وتبادل الكشوفات بشأنهم. هذا التغيير في موقف الحوثيين لم يكن مفاجئا للكثير من المراقبين، خصوصا بعد إعلان المبعوث الأممي إسماعيل ولد الشيخ ومسؤولين سعوديين عن تلقيهم تطمينات من قبل الحوثيين في وقت سابق عن رغبتهم المطلقة في الذهاب إلى الكويت لإيجاد حل نهائي للأزمة اليمنية. الجديد والمتغير هذه المرة جاء من معسكر الحكومة، إذ قرر الرئيس هادي قبل يومين إحداث فارق في بنية المفاوضات عبر تغيير تموضع فريق الحكومة التفاوضي وإضافة لاعبين جدد على رأس هرم السلطة. التغييرات التي طالت مواقف الإنقلابيين والتهدئة في لهجة الخطاب كانت بسبب التفاهمات مع الجانب السعودي وتلقيهم تطمينات في وقت سابق عن وجود مساع لنقل السلطة من الرئيس هادي إلى نائبه. ولد الشيخ ظهر اليوم في مؤتمر صحفي بدا واثقا من أن المباحثات المقبلة بين الأطراف اليمنية ستركز على تهيئة الأجواء لبدء حوار سياسي شامل مشددا على اتفاق الجميع على وقف إطلاق النار يوم 10 أبريل. الحكومة من جهتها ترسل وفدا للكويت لبحث خطوات وقف إطلاق النار والتهدئة، فيما يعلن وزير الخارجية عبد الملك المخلافي أن جماعة الحوثيين وصالح لم تعطي التزامات واضحة بشأن الانخراط في مفاوضات السلام. لا تزال فرص السلام على الأرض تمضي خارج سياق المحادثات السياسية، ومسألة التهدئة التي أصبحت حديث الإعلام والسياسة لم تتحول بعد إلى واقع ملموس على الأرض في الوقت المنظور، وهو ما يبقي كافة الأبواب مشرعة أمام أطراف الصراع. إذن مشاهدينا الكرام، لمناقشة هذه الحلقة سيكون معي عبر سكايب الأستاذ علي الشريف عضو الهيئة الاستشارية لمؤتمر الرياض من الرياض. مساء الخير أستاذ علي. مساء الخير أخت آسيا. بداية أستاذ علي، لو تحدثنا، يعني هناك فريق المشاورات ذهب اليوم لتسليم لجنة التهدئة في الكويت مسودة حول بعض الملاحظات حول التهدئة التي ستجرى، ما هي قراءتك الأولية؟ هناك مؤشرات واضحة وكثيرة حول وتفاؤل حول نجاح هذه التشاورات
وحول القبول من قبل الحوثيين بوقف إطلاق النار على الشريط الحدودي وفي المحافظات، يعني والوصول إلى إيقاف كلي لإطلاق النار وتبادل الأسرى، ووصولا إلى تنفيذ القرار الدولي 22/16. هناك مؤشرات، هناك رغبة أيضا لدى الشرعية ولدى التحالف العربي بقيادة المملكة العربية السعودية على عدم انتهاج أي سلوك استئصالي بالنسبة للخصم، ولا يبدون رغبة في إبعاد الحوثيين من المشاركة السياسية، على أن يتخلى الحوثيون عن السلاح وعن كونهم ميليشيا مسلحة نعم موازية للدولة. هذه قضية أساسية، نتمنى أن تكون يعني هذه المعطيات وما توصلوا إليه والدروس الماضية أن تكون كافية للوصول إلى وقف شامل لإطلاق النار، إلى تنفيذ القرار الدولي 22/16، إلى عودة الاستقرار إلى اليمن وعودة الشرعية وبسط نفوذها وبسط نفوذ الدولة. لا مشكلة في أن يشارك الجميع، طبعا باستثناء علي عبد الله صالح، على أن يكون يعني هناك الدولة لا تسامح مع عبد الله صالح وتسامح مع الحوثيين الذين أيضا حملوا السلاح وانقلبوا على الدولة وكانوا بفعلهم هذا صريحين، هناك تسامح معهم؟ أعيد السؤال، لم أسمع السؤال. يعني قلت أنه لا مشكلة أن يعني نتسامح مع الجميع إلا علي عبد الله صالح، هل المشكلة فقط في علي عبد الله صالح وهؤلاء الذين انقلبوا كميليشيا على الدولة والحكومة أيضا؟ علي عبد الله صالح هو يعني الأساس والمشكلة الأساسية في هذا الموضوع. الحوثيون صحيح يعني ارتكبوا أيضا حماقات وجرائم كثيرة وحملوا السلاح وانقلبوا بنفس الطريقة، لكنهم الآن يبدون على الأقل في الظاهر يبدون رغبة في وقف إطلاق النار. سنرى إلى أين تصل هذه النوايا، وسيتم اختبارها بلا شك في الواقع. المحصلة النهائية هو أنه لا يمكن بأي حال من الأحوال القبول بأن تبقى هناك ميليشيات مسلحة توازي سلطة الدولة، نعم ولا بد من تنفيذ القرار الدولي 22/16. التفاهمات والتشاورات تجري وفقا لهذه الأرضية. نعم، إذن ما هي الضمانات أستاذ علي يعني في أن الميليشيا ستسلم أسلحتها وأنها ستقبل بهذا الأمر والانسحاب من المدن، ما هي ضماناتكم؟ الضمانات أنا بوجهة نظري أن التحالف العربي وأن المقاومة والعمل العسكري على الأرض أتى أكله، أنه قد أثخن في القوى الانقلابية وأنهكها وأعدم كثير من قوتها العسكرية. أعتقد أن ما يقوم به الحوثيون الآن من إبداء رغبة، مع اعتذاري للكلمة، ليس نبلا، وإنما وجدوا أنفسهم أمام أفق مسدود وغير قادرين على الاستمرار إلى نهايات هذا العمل، نعم لأن يعني العمل العسكري بات واضحا بأن السيطرة التامة هي للشرعية وللتحالف العربي، ولا يمكن القبول دون يعني تنفيذ القرار الدولي 22/16. نعم، إذا أستاذ علي شريف ابقى معنا، سينضم معنا عبر الهاتف العميد حسن الشهري الخبير العسكري والاستراتيجي من الرياض. مساء الخير سيادة العميد. مساء النور، على سهله. أهلا بك سيادة العميد، يعني هناك مشاورات تجرى في الرياض بين الجانب السعودي وكذلك الحوثي، ما الذي تتضمنه هذه المشاورات؟ يجب أن نطرح سؤال في المقدمة، هل أتوا الحوثيين بشروطهم أم بشروط الغير؟ نعلم جميعا أنه كل السبل انسدت في وجه الحوثي، والحوثي أكثر من علي عبد الله صالح. بدا العنترياته في ميدان التبعيد، الحوثيين عندما ادركوا ان ايران تخلت عنهم وهم من يتحمل مسؤوليه اليمن الان مع الاسد، بعد ما سلم علي عبد الله صالح الجمل بما حمل لهم، وكان اليمن كان يذهب الى في مهد الريح. وبالتالي دول الخليج بذلت الغالي والنفيس للشعب اليمني، واظهرت ايضا قدرتها على حمايه اليمن من المشروع الايراني، ومنعت اليمن ايضا من الانزلاق اكبر باتجاه حرب اهليه لا قدر الله فيما لو لم تتدخل دول الخليج في عاصفه الحزم.
انا اعتقد انه الحوثيين اتوا بعد اتفاق خطي بتوقيع عبد الملك الحوثي سلم لوالد الشيخ اسماعيل بالقبول بالمبادره الخليجيه والالياتها التنفيذيه وبمخرجات الحوار الوطني وايضا بالموافقه التامه على القرار 2216 بفقرات 25 والتسعة المهمه منها. وبالتالي المملكة والخضوع الخليج دول العاصفة تستثمر في هذا الاتجاه للوصول إلى حل سلمي شامل، وأمامنا عدة أيام للوقوف على حالة وقف عمليات عسكرية في الداخل ومن قبل التحالف إذا وسنحسن الظن. إذا الآن نرى أن هناك نور واضح من الحوثيين انحنوا للعاصفة ليس لتفاديها وإنما إجبارا، واعتقد انه الكويت يوم 18 ابريل سيكون نقطه تحول في تاريخ اليمن. الشعب اليمني يستحق الكثير من الامه العربيه واعتقد ايضا الاسلاميه والعالم، واعتقد ايضا انه التغييرات البسيطه في القياده ايضا ستسهم في هذه المرحله، مع انه السيد خالد بحاح كان رجل مرحله سابقه ونتمنى له التوفيق، ولكن المرحلة هذه تستدعي لأن العرف بالذات في شمال اليمن وشمال الشمال. نعم. طيب أنت قلت رجل مثل معالي الفريق علي الأحمر. نعم، أنت قلت أن أنهم جاءوا بورقة موقعة من عبد الملك الحوثي تتضمن قبولهم بهذا القرار، هل هذه الورقة الموقعة هي ضامن أكيد لتنفيذ قرار 2216 سيادة العميد؟ أختي الكريمة، بعد مؤتمر الكويت إما أن ينتقل اليمن إلى سلام دائم أو مرحلة ما بعد الكويت ليست كمرحلة ما قبل الكويت عسكريا وسيتم استئصالهم بالكامل. نعم، ما هي الضمانات التي تتحدثون من خلالها سيادة العميد؟ إذا كان ولد الشيخ يتحدث عن أن لا ضمانات إلا ما سيقدمه الطرفان. الأمم المتحدة أحد الأطراف الرئيسية، الولايات المتحدة، الاتحاد الأوروبي، وتابعنا اليوم المؤتمر الصحفي مع ولد الشيخ إسماعيل مع وزيرة الاتحاد الأوروبي. المجتمع الدولي ينظر إلى تهدئة على مستوى العالم، العالم كله يغلي في هذه المرحلة، ومع الأسف التهديد الجيوسياسي يحيط بالمنطقة العربية والإسلامية ليس إلا، ثم انتشرت إلى بقع أخرى، نرى أرمينيا مع أذربيجان، نرى مشاكل روسيا مع اوكرانيا في شرق اوكرانيا وفي جزيره القرم، نرى سوريا مشاكل سوريا والاحتلال الروسي او ما يشبه الاحتلال السوري الروسي، نرى تدخلات ايران في الشام والعراق، وان شاء الله سنجد ايران تعود الى جحرها. الامه العربيه استفاقت استعادت هيبتها بقياده الملك سلمان بتعاون مع اشقائه واخوانه. اليمن هو الدرجه الثانيه في كعامل العسكري، البحرين كانت سبقتها لمنع أن تسقط في أحضان إيران، الجزيرة العربية ستبقى نظيفة، وسنتوجه كلنا الأمة العربية والإسلامية للشام والعراق ضمن الأمة العربية والإسلامية، ولا يحق لأحد، ولن تقبل المملكة ولا الدول الإسلامية ولن تقبل مقصوفة الأيدي تجاه أي عدوان من إيران أو من غيره. طيب سيادة العميد، يعني تتحدث أنت عن الحوثيين وبأنهم انحنوا للعاصفة رغما عنهم، ولكن ماذا عن المخلوع صالح الذي ربما يعني وكما هو واضح أنه استثني من جميع هذه المشاورات أو التفاهمات، رغم أننا نعلم جميعا أنه ما زال يمتلك الأسلحة ولديه أيضا من يحركهم في الداخل؟ مع الأسف علي عبد الله صالح هو رأس الأفعى والرأس الذي يمتلك السم، وهو من دمر اليمن كما أشار جميع العزيز قبلي، ولكن علي عبد الله صالح فقد اهليته، القرار 21/40 افقدوا وضعه السياسي في اليمن، هو مات سياسيا، وننتظر ان شاء الله من يقبره في حياته قبل مؤتمر الكويت بحول الله، لانه علي عبد الله صالح وامثاله لا يستحق ان يكون مدار نقاش او بحث او يذكر اسمه. نعم، هو من اوصل اليمن والامه العربيه والاسلاميه الى هذا. طيب هذا من ناحيه فقدان يعني اهليته كمشارك او ك يعني في السياسه من خلال القرار كما تحدث، ولكن يعني
نتحدث عن وجوده الفعلي في الأرض، ما زال يمتلك السلاح، ما زال يستطيع تحريك من في الداخل، لديه أكثر من ورقة للعب بها، كيف سيتم التعامل معها وأنت تتحدث عن انتقال اليمن إلى مرحلة جديدة رغم وجود صالح بهذه القوة في الداخل؟ سيلعب على عبد الله صالح بإمكانياته وقدراته الباقية معه وهي محدودة. على الشعب اليمني أن يتبوأ الآن مقعد قوي وصحيح، الشعب اليمني يتحرر، على القوى السياسية، على القبائل، على الوجهاء أن يتحركوا. أنا أعتقد أنه علي معالي الفريق علي محسن أيضا له دور ورائح يكون له دور في خلخلة الدوائر حول علي عبد الله صالح. علي عبد الله صالح سيستخدم ما بقي لديه من أوراق من القاعدة والدواعش والقوات التي لا زال يمتلكها إلى الآن، ولكنه نهايته اصبحت واضحه كرابعه الشمس في رابعه النهار. علي عبد الله صالح انتهى سياسيا واخلاقيا وانتهى من كل شيء، وان كان امامه وقت بسيط جدا اما ان يسمح له بالخروج ومغادره لاحد الدول او سيخبر علي عبد الله صالح قريب ان شاء الله في اليمن. نعم، اذا شكرا جزيلا لك العميد حسن أشهري الخبير العسكري والاستراتيجي، كنت معنا عبر الهاتف من الرياض. اعود اليك استاذ علي، يعني تحدث العميد حسن أشهري عن يعني ورقه قدمت من قبل الحوثيين متضمنه لتوقيع عبد الملك الحوثي قبول تام لكافه شروط القرار 2216 ولكافه البنود فيه بالداخل، ولكن ماذا عن علي عبد الله صالح الذي ما زال متواجدا في اليمن بذات الأوراق التي يلعب بها؟ علي عبد الله صالح من وجهة نظري أصبح خارج اللعبة تماما. تأتي هذه المشاورات في الكويت والعمل العسكري للشرعية على مرمى حجر من العاصمة صنعاء، تتوقع أنه سيظل يتفرج من خارج الدائرة أستاذ علي؟ تعطى للحوثيين. هل سيقبل بهذا الدور أن يظل متفرجا خارج الدائرة؟ علي عبد الله صالح لن يكون حجر عثرة أمام أي عمل تحريري قادم. كانت هذه التفاهمات والتشاورات الأخيرة بحكم وجود جهود إقليمية ودولية في محاولة يعني إنقاذ ما يمكن إنقاذه ومنح الحوثيين فرصة أخيرة بأن يكونوا ضمن يعني يعودوا إلى قطار التسوية السياسية، أن يتخلوا عن السلاح، أن يطبقوا القرار الدولي 2216. هذه فعلا فرصة يعني أمامهم، عليهم أن يثبتوا ذلك، لكن هذا لا يعني بأي حال من الأحوال أن العمل العسكري توقف تماما. الخيار العسكري قائم في كل الأحوال، ولا يمكن القبول بأن يستمر الوضع على ما كان عليه في السابق، يعني ميليشيات مسلحة بموازاة الدولة واستمرار دورة الصراع وعدم الاستقرار وتهديد الأمن الإقليمي والعربي. هذا الأمر لم يعد مقبولا، ولا يمكن بأي حال من الأحوال بعد كل هذه الجهود التي بذلت وكل هذه التضحيات وكل هذه الخسائر الكبيرة سواء من قبل الشعب اليمني أو من قبل الشرعية أو من قبل التحالف العربي والمملكة العربية السعودية بالدرجة الأساسية، ثم أن نعود من حيث ابتدأنا أو من نقطة الصفر، هذا أمر مستبعد ولا يمكن أبدا بأي حال من الأحوال. نعم، طيب أستاذ علي، برأيك يعني هذه الاستجابة والتعاطي الإيجابي من قبل الحكومة نحو المفاوضات القادمة، هل يعني سيدفع بالمفاوضات السياسية إلى الأمام؟ نحن نأمل ذلك، نأمل أن يكون الحوثيين قد وعوا الدرس وأنهم يعني أتوا بنوايا صادقة فعلا لوقف إطلاق النار، لتسليم الأسلحة، للانسحاب من المدن، للتحول إلى حزب سياسي مكون سياسي، والعودة إلى بقطار التسوية إلى مساره الذي تم الانقلاب عليه من خلال تطبيق قرارات أو مخرجات مؤتمر الحوار الوطني. هذه العملية لا مخرج إلا بها. نتمنى أنهم يكونوا قد وعوا الدرس، ما لم فالخيارات أمامهم محدودة جدا، ولا يمكن بأي حال من الأحوال أن يجدوا طريقا آخر غير هذا الطريق. نعم، يعني هناك بعض الاستجابة التي ظهرت ربما في صفحة ناطق الميليشيا، وبالطبع يعني لابد أنك طلعت عليها، كيف تقرأ مثل هذه اللغة التي اختلفت وبأن هناك تهدئة حقيقية وحديث ربما يوضح أن هناك ربما يعني نية حسنة للمفاوضات القادمة؟ أنا آمل أن تكون هذه التصريحات
يعني فعلا تطابق النوايا لهذه الجماعة، خاصة نعم وأن الناطقة الرسمية تحدث بهذه التصريحات من داخل المملكة العربية السعودية وليس من اليمن. يعني نأمل، ولكن يعني الأيام القادمة هي التي ستكشف مدى جدية جماعة الحوثي في السير في مسار السلم وفي مسار تطبيق القرار الدولي 22/16 وفي مسار العودة إلى عودة اليمن إلى الاستقرار والكف والتوقف عن هذا النزيف وهذه الحرب التي لا تبقي ولا تذر، نعم التي تضر منها الكبير والصغير، القاسي والداني، الطفل والمرأة والرجل والعاجز. نتمنى ذلك، ولكن كما قلت لك يعني احنا يعني الأمور لا نستطيع أن نحكم عليها، لأن التجارب الماضية علمتنا أن الحوثيين حركة سياسية للأسف الشديد لم تصل إلى مرحلة النضج السياسي المطلوب، التي تحاول من خلاله أن تستلهم المعطيات، أن تحاول أن تستفيد من الفرص، وإنما تعودنا منها أنها جماعة لا تجيد إلا العنف نعم فقط، طيب وصلها إلى الحدر السحيق. نعم أستاذ علي، اسمح لي فقط أن ينضم معنا عبر الهاتف الصحفي ياسر الحسني، وهو صحفي في رئاسة الجمهورية. مساء الخير أستاذ ياسر. أهلا وسهلا وأسعد الله مساكم ومشاهدي قناة بلقيس. أهلا بك أستاذ ياسر. أستاذ ياسر، يعني هذه المشاورات التي في الرياض والتحضيرات أيضا التي تجرى ل يعني مفاوضات الكويت، هل نستطيع القول أن العملية السياسية عادت بصورة مختلفة عما كانت عليه في المفاوضات السابقة جنيف 1 جنيف 2؟ نعم، هناك تقدم كبير حسب التصريحات، على الأقل على ما يبدو من التصريحات الرسمية في السلطات السعودية تؤكد بأن ميليشيا الحوثي بدأت يعني تنصاع للقبول بالمقررات السياسيه، وبدات الان تنفذ كثير من الخطوات السياسيه التي كانت في السابق تتهرب منها، كانت تصف كل من ياتي الى الرياض بالخائن، كانت تمنع نقل الحوار من صنعاء الى تعز الى عدن او الى مدينه عدن. الان جماعه الحوثي تذهب الى العاصمه الرياض تتفاوض سرا وبعيدا عن صالح وهو حليفها الرئيسي. الان هي تتفاوض مع السلطات السعوديه وتشتغل كمقاول بنزع الالغام على الحدود اليمنيه، وتذهب بهذه الألغام إلى الجبهات القتال في تعز وفي مأرب وفي الجوف. الأيام القادمة تحمل لنا كثير من المفاجآت، وما يحصل اليوم من حراك سياسي ومن قرارات جمهورية تؤكد ذلك، وإن شاء الله الأيام نعم. القادمة تحمل طيب لنا يعني ربما إحدى هذه المفاجآت أستاذ ياسر هي حديث العميد حسن الشهري معنا قبل قليل، وهو يتحدث عن ورقة موقعة من قبل عبد الملك الحوثي فيها موافقة من قبل جماعة الحوثي بكافة شروط القرار 22/16 ببنوده 25، ما رأيك؟ نعم، ميليشيا الحوثي أبلغت من قبل المبعوث الأممي إسماعيل ولد الشيخ، واليوم تبلغ السلطات السعودية بأنها جادة ومستعدة لتنفيذ كل المقررات المؤتمر الحوار، عفوا مخرجات الحوار الوطني، وكذلك تنفيذ القرار الأممي 22/16. إسماعيل ولد الشيخ تحرك إلى السلطات اليمنية ونقل لهم تأكيدات واضحة وضمانات بأن ميليشيا الحوثي تريد أن تطبق أو تنفذ القرار الأممي 22/16، لكن هناك مراقبين يؤكدون بأن ميليشيا الحوثي غير جادة، والدليل أن السفن الإيرانية لا تزال تحمل الأسلحة كل يوم عبر البحار، السلطات الفرنسية والسلطات الأمريكية كل يوم تضبط سفن ممتلئة بالأسلحة. لماذا هذه الأسلحة تذهب إلى الحوثيون اليمن وهم يريدون السلام؟ إذا ميليشيا الحوثية تتخذ المناورة أو تكتيك عسكري كما كانت تفعل في الداخل، عندما كانت تهزم عسكريا أمام القبائل أو أمام الجيش الوطني كانت تبحث عن أي بصيص أمل كي تستعيد أو تلتقط أنفاسها للبدء بمعركة جديدة، ولكن هذه المرة جماعة الحوثي باتت ضعيفة جدا، لم يعد حليفها صالح يثق فيها كثيرا، لم تعد قوية كما كانت. الآن الجيش الوطني على أبواب صنعاء في مديرية نهم، والآن الجيش الوطني على أبواب صعدة في محافظة الجوف، كلهم يحقق انتصارات كبيرة لهذه المحافظة. طيب أستاذ ياسر، صعدة تماما. نعم، لو عدنا بالحديث عن صالح الذي خرج اللعبة كما هو واضح، وكما تفضلت بأن الحوثيون يعني يتسللون للمفاوضات بعيدا عن صالح، هل سيقبل صالح بهذا الدور أن يظل متفرج على هذه المفاوضات وهو خارجها؟ علي عبد الله صح لن يقبل بالتاكيد، لكنه اصبح الان في الموقع الضعيف، فميليشيا الحوثي الان تتفاوض بعيدا عنه ودون استشارته، مما يتضح على الاقل على الجوانب الاعلاميه التابعه لعلي عبد الله صالح تهاجم المفاوضات التي
تجري بين ميليشيا الحوثي والسلطات السعودية، وأيضا موافقة الحوثيون على كل الشروط اللي كانوا يتعنتوا لها، وافقوا على الحوار في الكويت، ويعتبرون الكويت أحد دول العدوان كما يصفونها، والكويت أحد الدول المشاركة في التحالف العربي الذي أصف ميليشيا الحوثي صالح وميليشيا المخلوع صالح. هناك انهيارات كبيرة داخل التحالف الحوثي والصالحي، أنا أتوقع أن الأيام القادمة تحمل الكثير من البشريات في الحل السياسي إذا ما كانت ميليشيا الحوثي جادة في تطبيق القرار الأممي 2216 الذي ينص على إنهاء الانقلاب واستعادة الدولة ونزع سلاح الميليشيا وضبط نفوذ الدولة على كل شبر ما في ذلك صعدة. نعم، إذا شكرا جزيلا لك الأستاذ ياسر الحسني الصحفي في رئاسة الجمهورية، كنت معنا عبر الهاتف من الرياض. مشاهدينا الكرام وأيضا أنت أستاذ علي الشريف ابقى معنا، فقط نذهب لفاصل قصير ثم نعود إليكم. عودة إليكم مشاهدينا الكرام، مرحبا بك مرة أخرى أستاذ علي. مرحبا بك أستاذ علي. يعني لو تحدثنا عن أن هناك في الفترة الأخيرة تحركات متسارعة لمشاورات في الرياض بين الحوثي والسعودية، أيضا تغييرات في الحكومة يعني قبل أيام، وهناك أيضا وصول الفريق الاستشاري للكويت، هل تجد أن هذه التحركات هي فعلا بداية حقيقية لوضع خطوة أولى للسلام؟ مثل ما ذكرت لك من قبل، يعني الأمور تعتمد على النوايا. التحركات الأخيرة مهمة للغاية، في حد ذاتها مهمة للغاية. المملكة العربية السعودية كانت حريصة على أن تفتح حوارا مباشرا مع الحوثيين حتى يعني يكون هناك مجال لردم أو لبناء جسور الثقة بين الأطراف، على اعتبار أن السعودية وكذلك السلطة الشرعية لا ترغب باستئصال الحوثيين نهائيا كجماعة دينية ولا كجماعة سياسية، وإنما ترفض وجودها كجماعة مسلحة تحاول أن تفرض نفسها بالعنف وبالقوة على المجتمع والدولة وعلى المحيط الإقليمي، أو أن تكون وكيلا لأطراف إقليمية لها هدف في زعزعة الأمن القومي العربي أو الأمن القومي الخليجي والسعودي. هذا الأمر الذي هو مرفوض وغير مقبول بالمطلق. نعم، التحركات هذه والتشاورات جاءت من أجل، يعني يبدو لي أن الحوثيين وصلوا إلى نتيجة بأنه لا بد من الوصول إلى هذه التفاهمات، وبأنهم لم يعودوا قادرين على مواصلة السير وعلى يعني دفع الكلفة التي لا شك أن السلطة الشرعية والتحالف العربي مصر على أن تذهب هذه المواجهات إلى نهاياتها حتى تحقيق كامل أهدافها دون مهادنة ولا نعم. يعني إذن أستاذ علي، ينضم معنا أيضا عبر الهاتف الأستاذ جمال المليكي الباحث السياسي من الدوحة. مساء الخير أستاذ جمال. مساء الخيرات عليكم وعلى ضيوفكم والمشاهدين الكرام. أهلا بك أستاذ جمال. يعني هناك مشاورات في الرياض وتحضيرات أيضا في الكويت عفوا، هل تتجه الأمور برأيك أستاذ جمال نحو حلول فعلية سياسية لإنهاء الانقلاب واستعادة الدولة؟ أنا باعتقادي أنها ستكون دولة سياسية مهمة. نعم، لكني لست متفائلا بنجاحها لعدة أسباب باعتقادي أنها موضوعية جدا. نعم تفضل. ما زلنا حتى هذه اللحظة لدينا من المصوغات ومن القرائن على الأرض ما تجعلنا لا نثق بالحوثيين أنهم سيكونوا هذه المرة جادين في الحوار. لدينا تجارب متراكمة، لدينا ذاكرة عميقة يعني ممكن نصفها بالسوداء في ذكرى الحوار مع الحوثيين، وبالتالي كل هذا يجعلنا نحتاج إلى وقائع حقيقية على الأرض تجعلنا نغير هذا الانطباع عن الحوثيين وعلاقتهم بالحوار. نعم. نحن مرة أخرى وأتذكر في هذه اللحظة المهمة التي هي مقدمة للحوار أننا مشكلتنا مع الحوثيين في نقطتين. النقطة الأولى أنهم جماعة تحمل السلاح، النقطة الثانية هي في الأيديولوجيا التي يحملونها، هم جماعة تعتقد بالحق الإلهي وتعتقد أنها الأفضل للحكم. هذه الفكرة ستظل يعني كما قلت مرارا فيروس سيعمل فعله سيعمل عمله في المستقبل ويعيق المستقبل. إذا كان هناك ضمانات، إذا كان هناك ضمانات تترك إذا كان هناك ضمانات تجعل الحوثيين يقتنعون بترك السلاح وبتغيير هذه الفكرة،
فهنا سيكون الحوار مقدمة. ما الذي سيغير هذه الفكرة أستاذ جمال؟ يعني إن افترضنا أنهم تنازلوا عن السلاح، ما الذي سيغير أديولوجيا كما تفضل؟ يعني هم يعني متعايشين معها ومقتنعين بها ومؤمنين بها. إذا كان هناك دعيني أقول قوة على الأرض يعني إعادة، لذلك لماذا قلت أنه ليس هناك مصوغات على الأرض؟ لأنه ليست هناك شروط تقوي الشرعية تفاوضيا إلى درجة أن يتركوا هذه الفكرة. يعني ما زالوا مقتنعين أن هذه دولة من دولات الصراع، وليس ولم يصلوا إلى قناعة، أو ليس هناك يعني تغير واقع عسكري على الأرض يجعلهم يقتنعون أن هذه الفكرة غير قابلة للتطبيق. يعني إذا ما الفرق أستاذ جمال؟ ما الفرق بين هذه المشاورات والمشاورات السابقة التي حدثت؟ يعني إذا كان وهناك لغة تفاؤل عالية، ما هو الفرق بينهما؟ هناك فرق واضح باعتقادي، وهو يحمل أحد احتمالين. هو النغمة المتغيرة لدى جماعة الحوثي، فإما أن يكونوا صادقين بها، وإما أن يكونوا كجزء من أو كما عودونا مرارا وتكرارا. نحن للأسف ننسى منذ الحروب الستة، لو تذكرون منذ الحروب الستة عندما كانت تعلن الاتفاقيات فيحتالوا عليها بالنقاط الخمس والنقاط الست، وهكذا فعلوا مع مؤتمر الحوار، وهكذا فعلوا مع ما كان يسمى اتفاق السلم والشراكة. يعني هذا ديدنهم، وهذا يعني دائما أنه نمط التحركات على الأرض هو الذي يدلنا على استراتيجية الحوثي وليس الخطاب الإعلامي لهم. الخطاب الإعلامي لهم يحاولوا أن يستخدموا المغالطات المنطقية في تمرير بعض القضايا في لحظات حاسمة، وفي لحظات المجتمع يضطر أن يقبل منهم هذه المغالطات لأسباب أو لأخرى. نحن نقول أنه ليس هناك من يرغب أن يكون داعية للحرب وضد الحوار، لكن حتى تكون هذه هي الحرب الأخيرة، لأنه لا نريد أن يكون هذا الحوار فقط عامل مؤجل للحرب، نريد أن يكون هناك حوار عبارة عن مقدمة لأن تكون هذه الحرب الأخيرة، ونبدأ صفحة جديدة مع المكون الحوثي ويتحول إلى مكون سياسي حقيقي يخص العمل السياسي بكل أدبياته. باعتقادي أن ما على الأرض لا يقود إلى هذه النتيجة. سأعود إليك أستاذ جمال. نعم سأعود إليك أستاذ جمال، أعود يعني بعد أن أسأل أستاذ علي الشريف. أستاذ علي، يعني لو تحدثنا عن وقف إطلاق النار الذي يجرى الآن حوله التفاوضات في الكويت أو التحضيرات إن صح للقول كخطوة أولى في خطوات التهدئة، هل نتوقع أنه سيدخل حيز التنفيذ خلال الأيام المقبلة؟ هذا هو المحك الحقيقي. أنا الحقيقة أريد أن أعلق على بعض ما جاء في حديث ضيفك. الذهاب إلى هذه المشاورات لم يكن من منطلق ثقة في الحوثيين، أنا هذه وجهة نظري، ليس ثقة في الحوثيين. نعم. ولكن المعطيات تدفع باتجاه أنه لا مجال إلا مع الحوثيين إلا أن يذهبوا بهذا الاتجاه. الكرة الآن في مرمى الحوثيين، في مرمى هذه الجماعة الانقلابية. الخطوات القادمة ستكون محكات عملية تثبت مصداقيتها من عدمها. الشرعية والتحالف أثبتوا فعلا أنهم مع العمل السلمي، أنهم مع الاستقرار، أنهم مع مد يد السلام، أنهم مع التزاماتهم الدولية، ليسوا يعني أنهم حريصين أيضا على استقرار البلد وعلى عودة الأمن والاستقرار فيه، وليسوا يعني كما تفعل هذه الجماعة يعني وما تقوم به من نزق وطيش وشعور لا مسؤول تجاه اليمن وتجاه أبنائه. لهذا أنا أقول أن مرة أخرى أنهم لم يذهبوا ثقة في هذه الجماعة، وإنما المعطيات تفرض على هذه الجماعة أن تذهب هنا، إلا أن كانت بلا عقل وبلا منطق، أو كانت تريد أن تصل إلى مرحلة الانتحار الكامل. أمامها فرصة الآن في أن تكفر عن ما مضى من جرائم، وأن تعود إلى الانخراط في عملية التسوية السياسية، أن تسلم السلاح للدولة، أن تعود جماعة سياسية مدنية. ما لم فالبدائل سيئة، والقرارات الحكومية التي صدرت أو الرئاسية من وجهة نظري هي في اتجاه إعادة ترتيب الجبهة الداخلية للشرعية، بمعنى أنها تثبت بأن أن الشرعية لم تذهب إلى هذه التشاورات ثقة في الحوثيين ولا ركونا إلى مصداقيتهم بالمطلق، وإنما لديها بدائل أخرى، لكنها تريد أن تترك المجال وتتيح المجال، لعل أو عسى أن هذه الجماعة
يعني ترعوي وأن تصل إلى يعني الرشد، وأن تعي أن ما تفعله لن يأتي بنتيجة وسيكون سينقلب عليها بالدرجة الأساسية. نعم، أعود إليك أستاذ علي. أستاذ جمال، يعني تحدث معنا العميد حسن الشهري الخبير العسكري الاستراتيجي من السعودية عن ورقة موقعة من قبل عبد الملك الحوثي فيها قبول بكل قرارات 22/16، كيف تعلق؟ هو نحن بالتأكيد ندرك أنه ليس هناك عاقل سيذهب ليحاور الحوثيين وهو مقتنع أنهم سيصدقوا، أكيد هو بناء على معطيات، لكن مثل هذه المعطيات كانت موجودة في لحظات سابقة. لا ننسى أن الحوثيين اجتاحوا صنعاء وجمال بن عمر ممثل الأمم المتحدة في غرفة واحدة هو عبد الملك الحوثي، بمعنى أنه كان هناك يبدو في كل فترات لكن ما مهمتنا نحن كإعلاميين، مهمتنا هو أن نذوق ناقوس الخطر. بالتأكيد هناك معطيات وبالتأكيد ستكون جولة سياسية مهمة، لكن أيضا رفع سقف التوقعات يمكن أن يستنتج منه أننا لا ندرك طبيعة هذه الجماعة، لابد أن نذكر بطبيعة هذه الجماعة، وباعتقادي هذا مهمتنا كإعلاميين هو أن نذوق نواقيس الخطر وأن نحذر بناء على المعطيات على الأرض وبناء على نمط تحركات هذه الجماعة. نعم، ولكن أستاذ جمال، بالتأكيد بالنسبة للتعليق على ما ذكرتي، بالتأكيد هناك نغمة جديدة لدى جماعة الحوثي، هناك يعني قدر من التنازلات هذا واضح جدا، هناك تغيير في الجبهات العسكرية على الأرض هذا واضح جدا، لكن هل هذا الآن، هل اقتنعت السؤال المطروح الآن، هل جماعة الحوثي وصلت لقناعة أنه ما المشروع الذي نملكه لم يعد لديه قابلية للتطبيق، أم أن هذه جولة من جولات الصراع سنحتال عليها ثم نعود مرة أخرى؟ نعم، هل نستطيع أستاذ جمال أن نقرأ في عقل الفاعل الحوثي؟ نعم، هل نستطيع أن نقرأ هذه القناعة من خلال تغير خطاب هذه الجماعة وانصياعها لهدنة حقيقية كانت في الحدود وتسليم الأسرى ونزع الألغام؟ جميل، أمامي مدخلين، المدخل الأول هو تاريخ قريب، ذاكرة قريبة مع الحوثيين متراكمة، وعندي في هذه اللحظة تغير في الخطاب. نعم، هذين المدخلين أنا بالنسبة لي لا أستطيع أن أرجح اللحظة الراهنة على هذا التراكم، ليس لدي من القرائن ما يكفي وليس لدى حتى غيري من القرائن ما يكفي أن جماعة الحوثي تغيرت يعني تغيرا حقيقة أو اقتنعت أن مشروعها مصيره إلى الفشل، وأقصد بمشروعها هو السيطرة على اليمن بناء على خلفية دينية، هل اقتنعت أن هذا المشروع لم يعد له عوامل النجاح أم أن هذه جولة من جولات الصراع تستعيد أنفاسها ثم تعود مرة أخرى؟ لا يستطيع أحد أن يحسم، هذا الذي أريد أن أقوله، وهذا واجبنا كإعلاميين أن ننبه وأن نذوق نواقيس الخطر، لا أن نرفع سقف التوقعات ثم تحصل الصدمات كما حدثت في المرات السابقة. نعم أستاذ جمال، هذا ما يحدث في المفاوضات السابقة، يعني هناك سقف عالي على كما تحدثت من التوقعات، أيضا تضمينات الأمم المتحدة عبر ولد الشيخ، الحديث أيضا عن أن المفاوضات هذه المرة مختلفة، هل سنعيد الكرة؟ هناك نقطة إذا سمحتي لي أحب أن أضيفها. نعم، هي نقطة أنه بالفعل يعني تعيين علي محسن الأحمر والتغييرات الجديدة التي حصلت هي تنبه على أنه التحالف والشرعية منتبهون، وهذا شيء مطمئن أنه هناك يعني قرارات توحي بانه طبيعه المرحله القادمه انه هناك انتباه، وايضا خطاب وزير الدفاع السعودي انه نحن جاهزون لكل الاحتمالات، بمعنى انه هناك يعني وهذا طبيعي ان يكون هناك قدر من الجاهزيه لاي انتكاسه تحصل الحوار، وهذا الذي ربما نستطيع ان يعني نطمئن الى درجه معينه من الاطمئنان. نعم، اعود اليك استاذ جمال. استاذ علي، عوده اخيره لك، يعني هل تعتقد أستاذ علي أن لا سمح الله إن لم تنجح المفاوضات في الكويت هل سنضطر للعودة للحلول العسكرية خاصة بوجود التغييرات الأخيرة وتأثيرها على المشهد؟ الحلول العسكرية واردة جدا، وهذا كان واضحا في تصريحات قيادات في التحالف العربي وقيادات عليا في المملكة العربية السعودية وقيادات السلطة الشرعية، أيضا الممار التحركات العملية للسلطة الشرعية من خلال هذه القرارات الرئاسية الجديدة. العمل العسكري وارد بكل الأحوال، لا يمكن ترك الأمور يعني لمجرد النوايا الحسنة،
لأن تجارب مريرة. نتمنى أن لا يعود الناس مرة أخرى لهذا للعمل العسكري، لأنه لن يستفيد أحد من هذا الأمر. اليمن واليمنيين والشعب اليمني هو الخاسر الأكبر من هذا الأمر. لكن لا يمكن في المقابل بأي حال من الأحوال أن يسمح اليمنيين بسرقة دولتهم، باستلاب إرادتهم. وكما قال الشاعر: من لم يجد إلا الأسنة مركبا فما حيلة المضطر إلا ركوبها. نعم، إذا السؤال إليك أستاذ جمال المليكي على ضوء التحركات الأخيرة من وصول لجنة التهدئة أيضا إلى الكويت لبدء إدخال وقف إطلاق النار في حيز التنفيذ، كيف تجد يعني مسار هذه المفاوضات؟ نحن نحب أن نذكر يعني كل القوى والمجتمع اليمني وكل من يهمه الشأن اليمني أنه المجتمع كمجتمع لم يكن لديه مشكلة مع جماعة الحوثي، وأثبت ذلك عمليا على الأرض. أثبت ذلك عندما قبله في ساحة الثورة، وأثبت ذلك عندما دخل مؤتمر الحوار وأعطي من المقاعد مثل أغطية الأحزاب الكبيرة. إذا المجتمع اليمني أثبت لجماعة الحوثي أنه لديه الاستعداد لقبولهم كمكون سياسي، لكن بالمقابل جماعة الحوثي لم تستثمر الفرص المتتابعة لها. جاءتها فرصة الثورة فخسرتها، جاءتها فرصة مؤتمر الحوار فخسرتها، جاءتها حتى فرصة ما بعد السيطرة على صنعاء وأن ترضخ لعملية سياسية، ومع ذلك فوتت هذه الفرصة. لم يستثمروا هذه الفرص في إعادة تعريف أنفسهم للمجتمع اليمني. ها هي تبدو لي وكأنها الفرصة الأخيرة لجماعة الحوثي بأن يعيد تعرف أنفسهم للمجتمع اليمني، أن ينسحبوا من تعز، أن يبدوا عوامل توحد الثقة ما قبل الحوار، ويذهبوا لحوار جاد وليكونوا مكون سياسي، وحسب حجمهم السياسي الذي سيمنحهم الشعب اليمني فليكونوا جزء من الخارطة السياسية في المستقبل. ها هي الفرصة الأخيرة أمامهم. هل سيستغلون هذه الفرصة أم لا؟ لندع الأيام ربما تجيب على هذا السؤال. نعم، طيب أستاذ علي، يعني عفوا أستاذ جمال، لو تحدثنا يعني عن هذه التغييرات الأخيرة ومدى تأثيرها على المشهد، هل يمكن أن تؤثر سلبا على المفاوضات، خاصة ونحن وجدنا تعنت أو يعني عدم قبول كبير من قبل الحوثيين وبعض الأحزاب لم يعلقوا أيضا؟ باعتقادي أن القرارات هي خطوة في الاتجاه الصحيح. يمكن ان نختلف ونتفق حول التفاصيل، لكن ما انا على الاقل باعتقادي متاكد منه ان الشخصيات التي طرحت في هذه اللحظه هي الشخصيات المناسبه لايقاع التحرك السياسي والعسكري على الارض. علي محسن الاحمر رجل له قدره على احداث توازن حقيقي على الارض. بن بغر قيادي مؤتمري تستطيع الشرعيه من خلاله مخاطبه قواعد المؤتمر الشعبي العام. إذا باعتقادي أن التعيينات الأخيرة هي تناغم مع الواقع، ليس شيء آخر. لا نريد أن نعظم الموضوع بشكل بطولي ولا أن نتكلم أيضا بشكل سلبي. الواقع هو الذي فرض هذه الشخصيات على المشهد السياسي، وباعتقادي أنها قرارات ستجعل الحوثيين يكونوا أقرب إلى الجدية في الحوار أو أن لا يذهبوا للحوار، لأنهم سيقرأوا من هذه القرارات أن المرحلة القادمة ليس فقط الخيار الوحيد أمام الشرعية هو الحوار، هم سيذهبون للحوار، وإذا لم يكن هناك جدية لدينا. نعم، وصلت الفكرة. الخيارات الأخرى جاهزة. إذن شكرا جزيلا لك أستاذ جمال المليكي الباحث السياسي، كنت معنا عبر الهاتف من الدوحة. كما أشكرك أستاذ علي الشريف عضو الهيئة الاستشارية لمؤتمر الرياض، كنت معنا عبر سكايب من الرياض. أشكر لكم أيضا مشاهدينا الكرام لحسن متابعتكم، لن نلتقيكم في مساء يمني جديد. كونوا برعاية الله وأمنه.